اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من نفس الموقع اللي صورنا منه الحلقه الماضيه، تمام؟ لكن في نقطه كانت قويه كثير يا اخوان من بدايه الشغل. انا بتعرف اول ما ببلش مجرد ما تمسك السياخ انت عارف تشوف في الارض، تمام؟ فالحقت النقطه تقريبا يعني فيها بحدود ال 100 متر او اكثر شوي، لكن لحقتها ووصلتني لشيء حلو يا اخوان، كثير حلو، يعني شيء رائع. الآن إنك تلحق النقطة، المشكلة كانت شوكنا ومش مشكلة، إنك تلحق النقطة بدك تضلك وراها عبال ما تلاقيها، يعني لقيت نقطة بالأسياخ لا تتركها، لا تخليها، ما تروح، ما تسحب حالك وتروح. النقطة المهمة الأكبر دائما روح باتجاه الأكبر، لا تروح باتجاه الأصغر. إذا كنت يعني بتخاف من الحفر أو إلى آخره خليك على الأصغر، خذ الشغلات الصغيرة، لكن احنا كشغلنا بندور دائما على الاكبر، النقطه المهمه اكثر، تمام؟ بنطلع شويه عن السهل، بنطلع شويه لفوق شويه بسيطه على اساس نكمل اخر المقابر. المقابر الاخيره هي المهمه، اهم من المقابر اللي تحت واهم من المنطقه السكنيه اللي فوق. طيب الان بدي افحص انا هسه قدامكم، بدي احاول احدد النقطه ونشوف الاشارات اللي اعطتنا بعد تحديد النقطه، يعني باول شيء بنحدد النقطه بعدين بنشوف الاشارات ايش هي، تمام؟ خليكم معانا لأن راح أبلش من هناك ونشوف كيف الوضع. يلا يا أخي. تمام. عبود هيك بدك تضلك جنبي عشان الأسياخ تبين. تمام؟ يعني نمشي هيك مع بعض. تمام. طب أخوان هي من هناك أنا أجيتها. سحبت معاي لحد ما وصلت لهون. الآن بدي أبحث عن هاي النقطة المهمة اللي لازم أبحث عنها. ماشي، يعني انا ما بهدى وما بطلع، يعني ما بقدرش اروح غير ما اعرف وين هي النقطة بالضبط، تمام؟ راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على نفس الشغل اللي اشتغلناه على الاسياخ، الملفات اللي عملناها والقصدير والامور هاي صارت تعطينا الاشارة اقوى، ماشي، وادق شوية، يعني ادق من اول، ماشي، يعني صرت اخذها عن بعد 100 متر اخذتها، ماشي، وصلتني للاشارة، تمام؟ خليكم معنا اكسبوز حكينا بالنسبة للسلاك اللي احنا حطيناه، خلينا نشوف التصوير بس ثواني. ايوه تمام. حكينا بالنسبة للاسياخ الاسلاك النحاس اللي حطيناها اللي هي تقوية اعطتنا الاشارة بشكل اسرع. طيب هسه راح افحص الاشارة، افحص التردد اللي اعطانا اياه هذا، ونشتغل على الاساس التردد، ما بنشتغل على اساس اشارة ولا بنشتغل على اساس شيء ثاني، بنشتغل على اساس ترددها. تمام؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناخذ معانا الفحص. يلا يا عبدو يلا بينا. تمام يلا. فهاي انا ماسك الاسياخ اللي حكينا عنه، الشغل العادي اللي بنشتغله احنا كل مره، تمام؟ منطقه زراعيه يعني ممكن في اشارات كثير مخفيه. مشي مشي يا عبدو. تمام. الان السيخ بلش يعطيني، قبل ما اوصل الموقع السيخ بلش لحاله يعطيني باتجاه، مش اروح انا اقول للسيخ روح على اليمين وروح على الشمال، تمام؟ الان اعطاني باتجاه، بمشي شوي شوي يا اخوان عشان احدد اتجاهي الصحيح. اذا في عندي اشاره معدن، اعطاني اشاره معدن في المنطقه هاي. الان باخذ لي مترين لهون، ماشي، وبشتغل عليها. طبعا بنحكي عن شيء كبير هون يا اخوان، ما بنحكيش عن شيء بسيط، ما بنحكيش عن شيء عادي يعني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، اعطاني اتجاه، اعطاني توجيه. الان راح اشتغل عليها كمان، بس راح نشوف الاشاره مع بعض. تقريب تأكيسي يعني. تمام، تقريبا تأكيسي. ماشي، فبدي اخذها هسه. رد. بالشغله النهائيه اللي هي تحديد نقطة صفر، خلص مين؟ نقطة صفر. رد عليه. بسم الله. ببعد يدي شوي عن بعض وبحدد نقطة صفر. الآن عندي تحديد نقطة صفر لكن في رطوبة تحت الأرض لأنه أعطاني السيخين مع بعض. تمام؟ يعني كيف عرفنا إنه في رطوبة يا إخوان؟ اشتغلنا مثلا هيك. الآن أعطاني نقطة صفر هذا السيخ، هيو أخذ خلاص عكس عقارب الساعة، أعطاني نقطة صفر. الآن هذا السيخ في حركة بسيطة، تمام؟ يعني هذا بيعطيني قاعد نقطة الصفر وهذا بشوي بيعطيني زي هيك، إذا في رطوبة عندي تحت الأرض، في مية يعني، في رطوبة
المغارة من جوا مرطبة يا اخوان، تمام؟ ارفع شوي ارفع. المغارة اللي جوا فيها رطوبة، فيها مي، تمام؟ هاي هاي القصة تبعتنا، هيك اللي بصير معانا، هيك عرفنا انه فيها رطوبة وفيها مي. طيب خلينا نشوف الإشارة الرئيسية، خلينا نشوف هسا شو عندنا. امسك هذول، اعطيني هاي عدجة. تمام، راح ناخذ الإشارة الرئيسية هسا. ليش على ايش احنا جايين هون؟ طيب يا اخوان الان دقيقه، لانها وعره شوي. الان جرون القبور اللي احنا شايفينها، تمام، البصمات هاي بصمه التثبيت طبعا، واحده اثنتين ثلاثه اربعه، هاي خمسه، هاي سته، هاي طبعا جرون زي جرون المغاره، تمام. الان عندي تشكيل، تشكيل للمغاره، هذا هو هاي شايفينه، هذا تشكيل للمغاره يا اخوان، شفتوا كيف؟ عندي اللهم صل وسلم جرون تثبيت. هسه راح انزل لتحت، لسه انا لسه فوق هسه، تمام. عندي جرون تثبيت اللي هن بصمات اللي جينا حكينا عنهم، عشان المقبره كبيره، هاي اكبر من المقابر العاديه، تمام. اللهم صل وسلم. شفتوا الجرون وين راحوا؟ دقيقه عندك هون، هي هذول. عندي كم من الجرون ممتاز جدا، تثبيت مليون بالمية. الآن بدي أجي على المنطقة اللي تحت هون، عندي لجف بسيط هون، بس لجف خارجي هذا. طيب كيف بدنا ننزل تحت؟ دير بالك شباب، خلينا ننزل لتحت شوي عشان نشوف المنطقة من هون، لأنه مدخلها من هون هي، تمام، من هون هيك. دقيقة هسه راح ناخذها ونشوفها مع بعض، تمام. هذا زي المحراب، المدخل من تحت. احنا بنحكي عن مقبرة، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. المدخل عندي من هون يا اخوان، بس اشوف اذا فيها تثبيت او ما فيها تثبيت، هسه بتبين معي. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي اللجف، هاي لجف ثاني، طبعا هاي مغارة تكنزية. احنا بنحكي عن مغارة تكنزية، لكن ببحث عن اشارة تعطيني من وين المدخل بالضبط. بده يكون المدخل من المنطقة هاي، بده يكون من هون المدخل، من هاي المنطقة عبود. هاي خليكم معنا يا اخوان، عن هون، هي هون كمان جرون تثبيت. طيب بدي افحص الفراغ يا اخوان، عرفنا احنا الـ عرفنا الـ المكان، المدخل هيو من هون، تمام. بدي افحص الفراغ، وامسخ الفراغ، بس سيخ الفراغ لحاله طويل، تمام. احنا عارفين المدخل من هون، خلاص مبين معانا. الان بحط المدخل في ظهري واروح بهذا الاتجاه يا اخوان، لانه المعدن طلع معانا هون في النقطه هاي هون، تمام. فبدي اروح بالاتجاه هذا اشوف شو وين بتوديني. بسم الله الرحمن الرحيم، لكن عميقه، اتوقع عميقه، لانه حسب هاي المعدن اعطاني لفه صغيره، تمام. طلع فراغها لوين؟ هاي فراغها، والله كبيره، والله كبيره. ليش الحكي؟ عندي من هون، خليني احسبها لهناك، هاي واحد، هاي اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبعه، وقول ثمانية، تسعة متر للبوابة. طيب المعدن هون عندي، طيب خليني أروح بهذا الاتجاه أشوف وين بتوديني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، طلعوا لوين واصلة يا أخوان؟ الله، احتمال لها أكثر من بوابة هاي، طلع لوين وصلت؟ لهون. طيب خليني أخذها هيك، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي اول وحده، هيها ابو عبد الله، شايف انا فين؟ حدد. وعليكم السلام حبيبي يا باشا، استنى، خليك عندك. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، حدد المكان الثاني، هاي المكان الثاني يا اخوان، والله كبيرة كبيرة كثير يا اخوان، خليكم معنا، خليكم.
بدي ارجع اكد على العرض يا اخوان، هنشوف العرض صحيح ولا لا. هاي مزبوط مليون بالمية. ابو عبد الله هون، تمام. طيب بدي اكد عليها معدن ماشي، بس بالطريقة السريعة يا اخوان. والله عبود يمسك هاي شوي، اعطيني الثاني. بالطريقة السريعة اللي هي طريقتي هاي، انا مش الطريقة اللي احنا بنقول نشرح عنها، لا، هاي الطريقة السريعة اللي انا بس بشتغلها ماشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، برجع. هاي الطريقة اللي انا بستخدمها، مش الطريقة اللي انتم بتعرفوها. رجعني. طيب راح اخذ بعيد شوي، اروح باتجاه معاكس على اساس نشوف ايش الوضع. تمام، شايفين وين الاتجاه راح. طيب ناخذها باتجاه هيك اشوف شو الوضع. هاي التأكيسة السريعة اللي انا بشتغلها، شايفين كيف؟ هاي النقطة، الان بروح من فوق النقطة، خلاص انتهى شغلي هيك. تمام، هاي النقطة هون، اكد عليها. هل الصوت واطي ولا ايش الوضع؟ مش عارف. بأكد عليها مليون بالمية، تمام، نقطة صحيحة مليون بالمية. برجع بأكد عليها كمان مرة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. نقطة، شفتوها وين؟ شفتوا كيف الشغل؟ كيف الواحد ممكن انه يلاقي الهدف؟ هون الهدف، تمام. كيف الواحد يلاقي الهدف وكيف يشتغل على الهدف بالطريقة الصحيحة؟ شارت لجف عندي هون، تمام. طبعا منطقة تكنيزية يا اخوان، من الدرجة الأولى طلعوا اللجف محلى. شوفوا اللجف محلى، شايفينه كيف جاي؟ طيب فيها معدن، منطقة مش بكر كثير، لكن مشغولة من أيامهم، يعني منهوبة المنطقة زي ما قلت لكم، كانوا يدفنوا الدفين وبعد يومين يطولوه. تمام، خلينا نشوف منطقة قبور صخرية، منطقة حلوة. هاي شرط لجف هون، قبور أغلبها قبور صخرية. خلينا نشوف هون هسه. هاي رباية هناك، طلعوا محلاها. هاي طبعا الأم وابنها شوف. هاي شارة مغارة، إذا في عندي مغارة هون كمان. ها منطقة مش طبيعي شو فيها إشارات، مش طبيعي شو فيها شغل. منطقة صح. طيب نصور فيها كمان فيديو ان شاء الله، ندور كمان معدن. احنا بدنا ندور اليوم معدن، احنا ما بندور اشارات، احنا بنشوف المعدن اول. المعدن هو بعتنا للاشارات، هو اللي بوصلنا للاشارات، عرفتوا كيف؟ نعم، نصورها ان شاء الله، نصور هاي في الحلقة الجاي وبنشوف شو الوضع. شكرا لكم للمتابعة، وشكرا لكم على تعبكم معنا، وشكرا على اللايكات، والمش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس. شكرا.